السلام عليكم اخواني اخواتي، لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ كنتمنى لا فيديو اليوم اكيد تلقاكم في اتم الصحه والعافيه. اول ما نبداو به لا فيديو ديالنا، بسم الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين والاخرين، توكلنا على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. لا فيديو ديال اليوم، عندنا واحد لابارتمون للكراء. لابارتمون ديالنا جات في ايمابل فيها جوج لي دافانسور، واحد هنا وواحد هنا كما كتشوفوا، ما كاينش سكان بزاف كما كيما كتشوف معايا. هذه هي الدخله ديال لابارتمون ديالنا. لابارتمون ديالنا فيها 92 متر كاري. على الدخله كنلقاو الصالون، ها انتما كيما كتشوفوا صالون تبارك الله متول، فيه سرجم كبير، كاين التلفزيون، كاين هنا هاد الكليسه هنايا كيما كتشوفوا معايا. لابارتمون ديالنا جات في الويتيام ايطاج، باقي فوق منك ايطاج واحد اخر، جات في الويتيام ايطاج باقي فوق منك ايطاج واحد اخر. لابارتمون ديالنا سواء للكراء الشهري اولا الكراء اليومي، اللي بغاها مرحبا. بالنسبه للكراء اليومي 500 درهم مده طويله، اكيد كاين تفاهم. بالنسبه للكراء الشهري 5000 درهم. هانتوما كما كتشوفوا معايا الاخوان، كاين هاد الكولوار هنايا، هانتوما هنا لا كويزين، لا كويزين راها ايكيبي. وبيان سور للكراء الشهري اكيد اللي غيكريها باغي يتكلف الموضو ديالها. ها انتما كما كتشوفوا هذه هي لا كويزين، راه فيها لو فور ولا بلاك ولا هوت. كاينه هنا الثلاجه، ها انتما الدار راها نقيه زوينه. كاين هنا بالكون، وهنا كاين الشوفو ديال الضو كما كتشوفوا، هو هذا لا ماشين لافي هي هادي. هي الدار غزاله ونقيقيه، فيها دو سال دو بان. ها لا بروميير سال دو بان كما كتشوفوا معايا، فيها لا دوش ديالها اكيد، هادي هي لا دوش ديالها انتما كما كتشوفوا معنا. عندنا هنا واحد لو كولوار، هاد لو كولوار هذا فيه تخوا شومبر وفيه اون اوتر سال دو بان. ها لا بروميير شومبر انتما كما كتشوفوا معايا الاخوان الاخوات، فيها دو لي هي هادي، وفيها واحد البالكون. هنا راه البني كيتبنى ديال مجمع شاكيرة هي هادي، هانتوما كيما كتشوفوا معايا فيها لي بلاكار. هادي لا دوزيام شومبر هي هادي، سي فيها لي بلاكار ديالها، فيها حتى هي نفس لاكسي البالكون. بلاكار هو هادي بلاصه ديال التعلق، وهادي بلاصه ديال الحويجات، هما هادو كيما كتشوفوا معنا. دابا غادي ندوزو باش نشوفو لا تخوازيام شومبر، هي هادي لا شومبر بارونتال، هي هادي حتى هي عندها نفس الإطلالة. حتى هي فيها بلاكار، هادي بلاصة ديال التعلق، وهادي بلاصه ديال كيما كنقولوا هنا، وكاين دوك المجيرات هنا لتحت. دابا باقي لنا باش نشوفو لا دوزيام سال دو با، هي هادي انتما كيما كتشوفوا معايا عزكم الله، هي هادي ها هي هنايا، فيها بينوار، الاخرى فيها اون دوش، وهادي فيها لا بينوار كيما كتشوفوا معايا. ها هي بلاصه نقيقيه غزاله كما كتشوفوا معايا، هكا احسن. هذه للاشاره هكا احسن، نخليو لي سال دو بان ديالنا بحال هكا مغطيين. كنتمنى ان لا فيديو تلقى تفاعل ديالكم، الله يجزيكم بالخير. اللي بغاها كما قلت لكم جات في مجمع شاكيره، غنجلس هنايا ونهضر معكم. جات في مجمع شاكيره، يعني جات في الويتيام ايطاج. عندنا لاسانسور، وعندنا دو اسانسور ماشي واحد، يعني اللي بغاها مرحبا والف مرحبا. ما عليه الا يتواصل معايا في رقم التليفون اللي كنخلي في العنوان اولا في صندوق الوصف، مرحبا. وبالنسبه كذلك الناس اللي عندهم دي زابارتمون بغاو يكريوهم، ما عليهم الا يصورهم ليا ويصيفطوهم ليا اولا يتواصلوا معايا ونجي نصورهم ليهم بيديا، ويكون خير ان شاء الله. غير حاجه واحده كما كناكد لكم ديما وكنعاود ناكدها
ونعاود نقولها، بالنسبه لي انا شخصيا لاجونس ايموبيليير ديالي كنتعاملوا مع العائلات، يعني لي كوبل نو، باش تكونوا على بينه من امامكم. اللي غيتواصل معايا الا كانت شي حاجه عائله ام ضمونه، مرحبا والف مرحبا على راس العين، حتى انا كنكون كنخدم مرتاحه. شي حاجه فيها لي كوبل الله يجزيكم بالخير، كاين لي زاجونس، كاين بزاف د الناس اللي كيتعاملوا مع بحال هكاك. انا بالنسبه للناس اللي غتواصل معايا وباغا تكري لي زابارتمون ديالها، انا كنكريهم الناس عائلات باش كتبقى الحاجه نقيه وكيبقى الفليسات حلالا طيبا، ربي كيبارك لك فيهم، لان كما كنقولوا في المثل المغربي لو ما قليل مداوم ولا كثير مقطوع. بالنسبه كذلك شوفوا معايا الفينيسيون، هذه راه تدلكت يعني ما غتلقاوش مشكل زعما في حتى بالنسبه ملي كيتصرصموا ولا شي حاجه راه كيزول كيزولوا عليها. بغيت نقول لكم هذه المعلومه هذه الله يجزيكم بالخير، اللي بغاها مرحبا والف مرحبا، ما عليه الا يتواصل معايا. بالنسبه للكراء الشهري يعني اللي بغى يكريها بوغ اون لونغ دوري، يعني عندنا كتكون عندنا شهر ديال الكرا وشهر واحد اخر افونس اون بلوس ضمانه، لان الدار اللي كتكون مكريه بحوايجها ماشي بحال الدار اللي كتكون خاويه. وكذلك راه مؤخرا رجعوا حتى الناس اللي كيكريو خاويين كيطلبوا الضمانه، كيقول لك ما تهرش شي حاجه اولا هذه. المهم اللي بغاها المنطقه ديالها غزاله كما قلت لكم، جات قريبه المرجان، جات قريبه الطريق الرباط، يعني قريبه الجامع، المهم قريبه لكل شيء. راكم عارفين البلاصه ديال مرجان هي جات اون فاس مع مرجان، يعني اللي بغى شي حاجه غيهبط ليها ابي، كاين وسائل ديال لي ترونسبور، كاين كل شيء، كاين المدارس، كاين الجامع، كاين السوق، كاين كل شيء، حتى الناس ديال الحوت القهاوي، كاين كل شيء. المنطقه راه غنيه عن التعريف. المهم شكرا لكم، واللي كيما قلت لكم اللي عنده شي حاجه يتواصل معايا. الحمد لله راه عندنا اجونس ايموبيليير معروفين بالمصداقيه والله يسخر الجميع. شكرا لكم، ما تنساوناش اللي وصل معايا حتى لهاد اللحظه هذه ما ينسانيش من لايك ومن التعاليق.